معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك دكتورة هداب. إذا موقع مونيتر في تقرير له ذكر أن الإنفاق في الموازنة ازداد بنسبة تقترب من 28%. هل العراق يتحمل زيادة في النفقات مع هذه الظروف الاقتصادية التي يعيشها؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة أنه ما ورد في تقريركم هو صحيح جدا، وبالتالي فإن نسبة الزيادة التي حصلت في هذه الموازنة عن السنوات السابقة نعم هو 27%، وبالتالي يجب هنا أن نقف قليلا عند بعض الأرقام وما ذكرته التقارير الأجنبية بأن هي هذه الموازنة موازنة 2019 هي الأكبر في الموازنات العراقية. كل هذا يدلنا او يعني يعطينا مؤشر الى انه هذا ايضا جزء من الانفاق الذي حصل في مجال سواء ما خصص للاستثمار او الانفاق الجاري ككل. اكيد هي الارقام غير متوازنه وغير متناسبه، وبالتالي هذا يجرنا الى شيء اخر والى هو مدركات الفساد كما ذكرتموه ايضا في تقريركم، وهذا نعرفه ايضا في كانون الاول 2018 تم تسليم 113 ألف ملف فساد إلى السيد عادل عبد المهدي، وهذا كله أيضا يجرنا إلى أنه هذا الرقم هو كان جزء مخفي في هذه الموازنة اللي هي موازنة 2019، حيث لا يمكن لنا أن نتصور أنه أرقام الاستثمار ستكون 25 إلى 26% والباقي كله نفقات جارية. يعني هذا الشيء صعب جدا، وإحنا بعد هذه السنوات طول هذه السنوات وسوف لن نحقق شيئا من خلال موازنة 2019. بالعكس هي أيضا ترجعنا إلى فكرة أساسية إلى أنه حتى الفساد سوف لن يتم القضاء عليه، لأنه حتى ما أشير إليه في الفترة الأخيرة وجود هيئة فساد وإلى آخره سوف تعمل على مناقشة هذه الملفات إلى آخره، لا أجد أنها سوف لن تكون مفعلة بالشكل الصحيح او التام. يعني بمعنى ان هذه الهيئه سوف كل عملها سوف يكون بالتالي رفع هذه التقارير، ولكنها سوف لن تستطيع ان تحدد من هو المفسد او كيف يتم القضاء عليه. وهنا هذه النقطه يعني عند الشروع بمثل هذه الهيئه، واحنا لدينا اساسا لجنه نزاهه ولدينا لجنه نزاهه في البرلمان ولدينا هيئه نزاهه، كل هذه الهيئات تستطيع ان تقوم بهذا العمل، وبالتالي وجود هيئة للفساد للقضاء على الفساد هي أشبه بعمل إداري وأشبه مدى ولكنها تكون هدف في الحقيقة. نعم، يعني مع هذا الإنفاق الذي يرهق الموازنة، ما تأثير الدين العام في الموازنة، وهل وضعت الحكومة برأيك دكتورة هداب سياسة مقبولة لمواجهة تضخمها؟ أيضا الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 59%، يعني 59% إحنا كان على الأساس من المفترض أن يتم تخفيضه حسب ما توجيهات الصندوق النقد الدولي حتى نستطيع أن نأخذ القروض التي إحنا منحتنا إياها صندوق النقد الدولي اللي هي كل بين فترة وفترة 5 مليارات، كان لازم ان نصل الى 33%، يعني الدين الحكومي يجب ان يصل 33% من الناتج المحلي الاجمالي، كان هذا هو الهدف، ولكن في الحقيقه اننا لم نستطع ان نعمل على تخفيضه اكثر من 59% في نهايه 2018 بعد ان كان 66% نسبته من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا نقصد فيه هو الدين الحكومي. يعني النائب عبد الله خربيط قال ان فوائد قروض الحكومة فقط تعادل ميزانية الأردن مرتين، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا المستوى؟ هل هذه السياسة تندرج تحت الفساد الواجب محاربته؟ نعم أكيد، هو إحنا اللي الآن إحنا في صدد الفساد، يعني انتهينا بكرة سلج أصبحت على أكبر حجم ما هو يمكن أن تصل إليه، وبالتالي وصلنا إلى درجة إلى أننا لا نستطيع أن نحل هذا الفساد بالطرق التقليدية المتعارف عليها، لأن حجم الفساد شكلا ونوعا وبالتالي رقما لا يمكن لنا أن نعمل على إزالته أو حتى التخفيف منه.
نحتاج إلى طرق كثيرة، ونحتاج إلى بالتالي إلى اتخاذ وسائل وسبل في القضاء عليه، وهذه السبل وهذه الوسائل هي غير موجودة الآن في العراق، لطالما وجدت التوافقات السياسية ولطالما وجدت كل هذه التي احنا في صددها من تعاملات ما بين الأحزاب إلى آخره، سيبقى هذا الرقم وستبقى هذه الملفات وهذا الفساد، وبالتالي ما حققه العراق 18 من درجة كفساد بمدركات الفساد من 100، سيبقى هذا الرقم ولن يتحسن أكثر مما هو عليه نتيجة لعدم وجود إدارة مالية صحيحة بشكل خاص، وعدم وجود إدارة عامة بشكل عام بشكلها الصحيح حتى نستطيع أن نعمل على إدارة الدولة كما هو متعارف لدى بقية الدول العالم. شكرا جزيلا لك من عمان الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى فالح الكويسي.